مثل كل تنين بنضوي على قسم او عمل او فرع بكاريتاس لبنان. كاريتاس. اليوم سليمه غريب او غريب البستاني، رئيسه اقليم الشوف الاعلى بكاريتاس. صباح الخير بونجور. صباح غريب، النور. سليمه غريب، غريب. يعطيك العافيه. بتخبرينا شوي عن نشاطاتكم في الاقليم؟ صباح النور اول شغله، وميرسي صباح على النور. الاستقبال. وجبتنا نحن باقليم الشوف الاعلى يلي مقره دير القمر، مثل غالبيه اقاليم كاريتاس بهيدي الفتره عم نجرب نكون حد المواطن بحاجاته يلي قادرين نلبيها. هيدا بشكل اساسي، اكيد بالمساعدات، اكيد مساعدات غذائيه، مساعدات طبيه بحسب ما يتوفر، مساعدات. عم نجرب نعمل مثلا بعض الانشطه، مثل ما عم تشوفوا هون عملنا نشاط ايكو هايكين في عنا منطقه جميله جدا اسمها الرام، طلعوا الشبيبه، طلعنا كلنا سوا يعني مع الشبيبه، عملنا هايكين ونظفناها لحتى نجرب نعمل نشاط شوي ترفيهي بنفس الوقت يكون هادئ. كمان عندنا الهوت ميلز يلي بيتقدم مرتين بالاسبوع فقدنا الاتصال مع سليمة. دير القمر والمناطق يلي يبدو الكونكشن. رجعت الكونكشن. ايه رجعت الكونكشن، تفضلي. بدك ترجعي تعيد الجمله اكيد. سوري، كنت عم بقول لكم انه عم نجرب قد ما بنقدر نعمل مساعدات يعني بقدر المستطاع اللي حايجينهم الناس، وعم نجرب نقدم هوت ميلز مثلا للمسنين بالمنطقه مرتين بالاسبوع. نعم. هالشيء عم بيكون ويعني اكيد كل ما واحد بحاجه عنده طلب معين، مثل ما برجع بقول لكم يعني حسب القدرات اللي قادرين نأمنها مع التحديات اللي عم نمرق فيها البلد، عم نجرب نكون حدهم من كوش حفاضات للمسلمين، من أدوية، من حتى دعم نفسي، دعم اجتماعي، يعني كل شيء متوفر بين ايدينا عم نحطه بمتناول الناس. نعم. انتم كم شخص بكاريتاس باقليم الشوف مدام؟ مكتب كاريتاس الهيئه نحن 8 اشخاص، 8 ستات مع المرشد الروحي، وعندنا شبيبه 50 شاب وصبيه. نعم. يعطيكم الف عافيه، النشاط الدايم كمان. بس انا لفتني وقت حكيتي عن التقديمات الطبيه بما توافر، لانه كمان انتم بتعانوا ما يعانيه كل الشعب من ادويه طبعا ومستلزمات وامور مختصه بال يعني القطاع الصحي للاسف، يعني عم نحكي هيك، حتى اللي بده يساعد مش قادر يساعد بالمطلوب يعني. مظبوط، يعني اللي بيتوفر عنا شو بيكون عنا ادويه وصلتنا، اكيد هي كلها بمتوفر الناس. عنا كثير طلب على الحفاضات للمسنين، هيدا طلب كثير كثير يعني. شكلها وزارة الشؤون مخففة المساعدة بهالموضوع. ما بعرف يعني، بتعرفي هلا ما منا انا ما بدي احمل مسؤولية لحدا، الوضع بالبلد وضع كثير صعب على صح. كل الناس وعلى كل الأطراف. فنحن من هالناس ومن هالأطراف يعني صح. عم نجرب 100%. طيب اللي عم يشوفونا خارج لبنان اليوم شو المطلوب منهم؟ قد ايه بيقدروا يدعموا لبنان؟ صرنا على سوء الحظ بنقول ال10 أو ال20 دولار صارت بتطعمي عيلة على شهر. يعني قد ايه بيقدروا يساعدونا؟ قد ايه بيقدروا يبعثوا لنا مساعدات على كاريتاس موزعة بكل على كافة الريسورسز وعلى كافة شبكات التواصل الاجتماعي، موزعين طريقة المساعدة من خلال اللينك تبع الويب سايت اللي موجود. فبنقول لهم بليز 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 دونيت، ضروري انه قد ما فيكم تقدموا لنا. فلس الارمله صار بيعمل كثير. اكيد. بدنا اقول لك يعطيك العافيه سليمه غريب البستاني، رئيسه اقليم الشوف الاعلى بكاريتاس، وكل الفريق العامل اللي معك. يومك مبارك، وايد ربنا معكم اكيد، ايد ربنا مع الانسان يلي بقدم الرحمه والانسانيه لخيو الانسان. شكرا لك، ميرسي مدام بستاني.